اكثر مني احسن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احياتي كل مشاهد قناه الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا، احنا في السوق الاسبوعي بالثلاث اولاد قولي مسطات واللي ما عرفوش كاين في المملكه المغربيه. الخيرات نوريوها للجاليه المغربيه والناس مالي المدن الكبرى بالمملكه المغربيه. وكل مشاهد قناه الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. عيالة رجال ابنة اولاد بتاريخ 11/6/2024 بدينا عند حميد دي من هنا. حميد راه القياسي راه عزيز علينا وصاحبنا. وكان وليد عبد المليك الظرافات الله يسر ليه والله يصلحوا ليه. واخويا حلوة ها؟ حلوة اوكو تا هو راجل درواش. لا ولدو احسن منه. وراه وشحال هاد الشيء اليوم؟ 80 ريال باش كل شيء 80 السلاوي علاش حيدتو؟ شحال تبيعوا في السلاوي؟ 6 درهم ما كاين باس الله يسهل. زيتوني اهلا بولي عبد الله اش عندكم هنا؟ اش درتوا لي هنايا؟ علاش البارح لبقتوا علينا 100؟ والبارح احنا تبيعوا 100 والبارح تحسبوا لينا احنا 5 دراهم 4 دراهم هنا والبارح ب 5 دراهم. يا السيارة وليدي الصرف تاعي. خلصوا خلينا عندو بارك معاك. سبحان اللي ما ينسى. شحال من كيلو دا؟ صبر صبر بلادي تهدى هدا راه يطير هدا. 4 كيلو تا الذهب هدا تا يعمر الذهب هدا. وشحال مطيشة وليد؟ 100 ريال مطيشة. 100 ريال مطيشة ما كاين باس. قد عند هذا هي هي طلعتي هنا تسيل هي حداكم حدا الطريق عندكم. شحال هذا الشيء باش باع عليكم اليوم؟ شحال باعتي الخضره؟ السلاوي زين وماطيشه ماطيشه والحاج حميد السلاوي راه عند الفلاحه ياك؟ تبارك الله. وماطيشه شحال قلتي لي 100؟ ماطيشه مليحه ما كاين باس. وهاد فكوس الخيار واللفت واج هادو 120 هادو 80 فرا 80 ما حداش عاد نجالو انت واللفت 120 120 باغي ندير طامس اللفت 120 باغي ندير كسكس 27 جايه ان شاء الله. تبارك الله الحاج حميد الله يبارك فيك عليه بركتو انتوما في بلاصتو خدمتو. مشى يشري المهمة ديال العيد خاصو العيد العيد شريتو انت انا بقى هو دابا انا سكرتيني انا صورتكم مجموعين. اهلا مرحبا كلشي مرحبا يلا. واش الزيتون؟ واش الزيتون؟ شوف اسي هذوك اللي كيدوروا بقزاطرهم الخاوية تايا الفولو قناة الحليبية. قناة الحليبية مرحبا في المكان مرحبا. اودي السي الزيتوني والبارح دزنا محدا قلنا تا اليوم نجيو عندك. وشحال باش بيتي؟ 80 ريال تا مطيشة مطيشة 120 باغي نديرو الحريرة. هذا الابراهيمي قال لنا كل شيء 80 تم مطيشة 120 والسلاوي الباس 40 ريال تبقى 120 مضروب على 120 تاتا. وبشحال بعتي الفول والحمص؟ واش غنقول زيتون 920 اش كاين ثاني؟ كاين الله وكاين العين كسابة جمعوهم وديت النعلة. أعوذ بالله أعوذ بالله كسابة جمعوهم وتديتي النعلة. حاجة واه زيتون راه ما يتصرفوش أجمعوا من الورثة سير الله اليمين زيتون كله يتصرف ساعته وشوف هي واليمين دائما تصرفوا عليه راه غيشريهم غير ميت غيشريهم راس الباطشة حطب غادي ديال بحارو يعوموا بوجهه والله ابويا ما تحطب اشوف
الشوك هسا الشوك فوق الدار والله الا قالك بيت مرخص شحال بيت يرخص 106000 واش كاين 140 عندك جيب ما بقاش حولي هذا هذا من المشاهدين تونا هنايا مع هذا مول ربيع هذا راه راح واش بارك هذا راه شحال هذا ودي ما صورتك مرحبا شحال بعتي الربيع شحال بعتي وهاد النعناع هاد القرعه الرطيه اللي جاو الحمراء وهذيك الخيش تاع تومه ولا شنو هاد؟ بصله بيضاء شتا بحال التومه ان شاء الله غادي نبدل مرحبا خيسو بطاطا شحال؟ 4 دراهم ياك بغيتي اعطيني نمرتك وانت انا ما سالك بعد ديما انت تبيع البقر السكوت ديما انت داخل البقر تبيعيه اسيدي شوف شي محسن اش قلتي؟ تعاونوا معنا لا وانا تنعرفك كون عرفتك درويش شي واخر قولي من زيتوني سير الغنم راه دازت الغنم بقاو نصبروا في الغنم أربعة دراهم طماطي عمي حجاج اهلا كي داير بخير سير الغنم والبقر سير الغنم والبقر ما طيش شحال عندك سير الغنم وما طيش شحال أربعة دراهم ما طيش ما كاين باس دخل عليك الدراري واش اهلا كي داير بخير ناشط ودابا بشحال يبيع في الخضره دابا والطاقيات بشحال بيتي؟ يوم ما طيش 120 100 باس كاينه طار جهه واحد قليل اه جينا على واحد وشحال ما شبعتو؟ 80 وما طيشه؟ 140 محامي انتم وابوك هنايا حتى هنا ولا ما كاينش؟ شحال بعتيات؟ ما طيشه شحال؟ 100 4 دراهم تيقولوا خلينا 120 خلينا 120 البصله شحال؟ 75 ريال والسلاوي شحال؟ 140 ترى البصله درت لي 70 سليماني تبغى تدير النيفات ديال فاس وقويتيني هاد القرعه والفلفله شحال؟ فلانيه وقرعه 140 الدجاج شحال شنو بغيت؟ وهاد البطاطا وخيسو 90 وعلاش غليتي هادو؟ باغي تشري الحاولي باغي الحاولي اللي بغيتي سير على الله السلام عليكم القرعه ما تشبت حد وهادشي لهي 70 عندك ثمن زوين بغيت نشدك البارح وانا لقيتيني بارك بغيت نشدو ما تلقوش البارح ودخل المدينة وخلى السوق ومشى المدينة اي اياك سبحان الله راك شتو واقف برك انت عابس ولا مال واسي احمد وكان احسب لكم الخضره هذا طماطيشه ايش تي هاي غير البركه عليهم شو دراهم البصله كما تشوف خلي ولاد بوري يعيشوا سير الله